اهلا بيكم متابعين قناه مصر الان. قبل الفيديو اشترك في القناه ليصلك اهم واخر الاخبار. ارتفاع عدد المصابين بتسمم الفسيخ الفاسد في الاسكندريه والجامعه الامصال نفذت. اعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعه الاسكندريه اليوم الاحد ارتفاع عدد المصابين بالتسمم نتيجه تناول الفسيخ الفاسد الى 18 حاله حتى الان، مطالبا المحافظه بسرعه شن حملات على الاسواق لاخذ عينات من الفسيخ لفحصها. وأشار الكردي إلى أن حالات التسمم التي وصلت مركز السموم حتى الآن جاءت من محافظة كفر الشيخ والأسكندرية والبحيرة، محذرا من تناول الفسيخ خلال هذه الفترة، لا سيما أن الفيروس يعد شديد الخطورة بحسب قوله. كان مركز السموم بالأسكندرية قد أصدر بيانا عاجلا أمس بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، واصفا الوضع بالكارثة. ومن جانبه وصف الدكتور أحمد عثمان عميد طب الأسكندرية أعداد حالات التسمم خلال 24 ساعة بأنها سابقة خطيرة وكارثية، تؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، لافتا إلى أنه يوجد 7 أطفال أقل من 6 سنوات بين الحالات. وأوضح عثمان أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدة، منوها أنه جرى إعطاء المصل لـ 12 حالة من إجمالي عدد الحالات البالغ 18 حالة، وأن تكلفة المصل الواحد منها يصل إلى 100,000 جنيه. وأضاف عميد طب الأسكندرية أن مركز السموم استنفذ مخزون الأمصال بمحافظتي الأسكندرية والبحيرة، وجرى التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى. وأكد عميد كلية الطب بالأسكندرية أن إدارة الجامعة تعكف عن دراسة تلك الظاهرة للتأكد من الأسماك ومصادرها. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار.